النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. محافظ صلاح الدين يتابع ميدانيا تطور المشاريع الخدمية في شرقاط، ويحدد لمديري الدوائر توقيتات زمنية لإنجاز مهامهم. خبراء أمنيون يعدون مقتل البغدادي انتصارا استثنائيا للمخابرات العراقية بعد اختراقها هرم التنظيم الإرهابي. مواطنون يؤكدون فشل الإشاعة والتضليل الإعلامي في زرع الفتنة بصفوفهم، ويعدون استقرار العراق خيارا وطنيا لا مزايدة عليه. والمتظاهرون يواصلون الاحتجاجات والرئاسات الثلاث في اجتماع مفتوح لإيجاد حلول للتهدئة والمحافظة على السلام الأهلي. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.